رجعنا لكم في البرنتاي، مازلنا مواصلين معاكم 38 دقيقة. تحية للناس اللي قاعد تسمع فينا والتحقت بينا في الاستماع. باش نحكيو على باش نحكيو بلغة الأرقام توا، باش نحكيو على دراسة حديثة تحث على الشهرية المناسبة اللي تخلي عائلة تونسية تتكون من 4 أفراد، عائلة وزوج صغيرات، لضمان حياة كريمة. أكيد الدراسة هذه قامت بها كل من منظمة انترناشنال أليرت تونيزي ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ERS فرنسا ومؤسسة فريدريش إيبرت شمال أفريقيا والشرق الأوسط مكتب تونس. تقول ثمرة عامين من العمل في المشروع النموذجي هذا بين ظفرين ميزانية الكرامة في تونس، واللي بين أنه الحاجة ل 2400 دينار شهريا لعائلة تونسية تتكون من والدين وطفلين من أجل ظروف معيشية كريمة. معناتها 2400 دينار في الشهر باش العائلة كما قلنا التونسية تعيش بنجم نقولوا كما نقولوا احنا قد ما فماش ازاي احنا اكثر تفاصيل باش ناخذوا واحده من الاضلاع اللي قاموا بالدراسه هذه اللي مكتب تبيعه المنظمه هي انترناشونال اليرت تونس مدام ألفة الملوم هي معنا توا عبر الهاتف باش تفسر لنا الدراسه هذه باكثر تفاصيل. مدام ألفة صباح نور ومرحبا بك. صباح الخير وشكرا على الاستضافه. يعيشك بارك الله فيك. اولا قبل كل شيء نشكركم على الموضوع وهذا والزاويه اللي خديتوها في الدراسه هذه اللي مهمه برشا. قبل كل شيء خلينا نبداو 2400 دينار هذه شهريا، كيفاش حسبتوها وكيفاش معناتها التمشي شنو التمشي اللي مشيتوا فيه باش وصلتوا للنتيجه هذه؟ بارك الله فيك على السؤال. كما قلت تفضلت سيادتك، 2400 دينار هي باش نعاود ناكد ميزانيه شهريه لعائله متكونه من زوج والدين وزوج اطفال، طفل صغير ومراهقه يعيشوا في تونس الكبرى، لان كما تعرف معناها احتياجات المجال الحضري تختلف عن الريفي الى اخره. دونك احنا خذينا تونس الكبرى، والعائله هذه هي عائله نموذجيه تشبه لاغلبيه الحالات الموجوده في تونس الكبرى. ايش معنى هذا 2400 هذوما؟ هما ما يغطي سله السلع والخدمات، معناها البانيي نتاع لي بيان لي سيرفيس، الدنيا اللازمه حتى تعيش العائله حياه كريمه. ايش حبينا نعملوا؟ احنا حبينا الهدف كان تاعنا هو محاوله الاستجابه لمطلب هك الكرامه اللي ترفع من 2011 ومازال يترفع، وحبينا نعرفوا شنو هو محتوى معناها هالسله هذه، شنو فيها من سلع وخدمات لازمه. دونك منهجيتنا اش كانت؟ اولا لازم نقول اللي احنا ما اخترعناش معنا الطريقه هذه، التمشي هذا ميزانيه الكرامه اللي احنا سميناها هنا في تونس ميزانيه الكرامه، لكن في بلدان اخرى عندها تسميات من نوع بودجي دو ريفيرونس، وقع العمل بها منذ اكثر من 10 سنوات من قبل باحثين بريطانيين. ومن بعد المقاربه هذه تم انجازها في بلدان اخرى كما المكسيك، كما تايوان، كما فرنسا، كما افريقيا الجنوبيه، وهذه اول مره تنجز في المنطقه العربيه. شنو هي المنهجيه؟ المنهجيه نتاعها تعتمد على مقاربه تشاركيه، معناها هما مواطنين ومواطنات يجتمعوا يناقشوا يتحاجوا يساندوهم اراء ويستانسوا باراء نتاع خبراء، وبعد يقروا شنو هو؟ يقروا دابور في مرحله اولى شنو هو تعريف احتياجات الكرامه، شنو هي الاحتياجات هذه الضروريه واللازمه اللي تضمن الكرامه. واللي احنا اللي توصلنا ليه انه هي التغذيه، السكن، التمتع بخدمات جماعيه كما الصحه والتعليم، البيئه الامنه، يسكنوا الناس في بيئه امنه، المشاركه في انشطه مجتمعيه، وامكانيه الحفاظ على صلات القرب والعلاقات العائليه. هذه الديفينيسيون، هذا التعريف اللي خليناه للميزانيه. النقطه الاخيره سامحني لو النقطه الاخيره اللي قلتها كانت عاود هنا امان. اي بيان شوف، على التعريف التغذيه السكن، التمتع بخدمات جماعية كما الصحة والتعليم، البيئة الآمنة، معناها واحد يسكن في نجم يخرج، المرأة نجم تخدم، الوليدات نجم يمشي ويقرأوا، المشاركة في أنشطة مجتمعية معناها خارج الـ 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 في الحياة اليومية، معناها يمشي قهوة إلى آخره، صلات قرب وعلاقات عائليه، معناها واحد ينجم يمشي مثلا يزور قريبه ولا حاجه، ينجم يمشي يزور وقت الاعياد الى اخره. هذا التعريف. انطلاقا من التعريف هذايا صار حلقات نقاش، يعني اللي جمعت اكثر من 80 مواطن ومواطنه، 70 منهم عندهم عمل قار،
بالتساوي بين المواطنين والمواطنات والذكور والإناث إلى آخره، واللي كلهم يشبهوا للعائلة، يعني يعيشوا في نفس حالة العائلة النموذجية اللي اخترناها، معناها آباء ولا أمهات وعندهم طفلين، وقاموا في كل حلقة بنقاشات دارت معناها استغرقت أكثر من خمس ساعات، بين خمس ساعات وست ساعات اللي تم تصويرها واللي تم أرشفتها إلى آخره. وكانوا كنا نستعين بخبراء في مثلا احتياجات الصحة، في احتياجات الأكل، معناها النيوتريشنيست باش يحدوا معنا الكميات إلى آخره. وكذلك مسيرين تم تكوينهم مسبقا، اعتمدوا على بروتوكولات في التسيير حتى نوصلوا في كل مرة إلى معنى كونسنسوس، يعني مشيت من حلقة إلى حلقة. ثم تمشي أنه يصير التعريف، يصير الاتفاق حول التعريف شنو هو الحاجات الضرورية، بعد تصير حلقة رجالية لتحديد احتياجات الرجال، حلقة نسائية لاحتياجات لتحديد احتياجات نقاش احتياجات النساء، حلقة مختلطة نساء رجال لنقاش احتياجات الأطفال، وبعد حلقات مصادقة اللي عاودت ناقشت مصادقة على اللي تم النقاش فيه. واللي تم النقاش فيه كان تسمع هو اللي بغيك التالية: السكن، التغذية، معناها تغذية تلبية الاحتياجات الفيزيولوجية ووجبات الطعام ثلاثة متاع الصباح ومنهم في نص النهار وفي بعد ساعات في الأعياد، حددنا اختصاص مع اختصاصين في التغذية. الملبس، معناها الملبس اليومي الرياضي مثلا الرسمي، مع تحديد محلات الشراء وين يشري. احتياجات رعاية الصحة، يعني وسائل الاستحمام والمحافظة على النظافة إلى آخره. احتياجات تجهيزات المنزل، درنا انطلقنا من غرفة إلى غرفة، معناها تجولنا في المنزل في كل البيوت، معناها البيت، بيت النوم، بيت القعاد، بيت، وحددنا كل الأدوات الضرورية اللازمة. معناها ثم نقاش وسائل النقل، ثم نقاش الترفيه والحياة الاجتماعية كما الأنشطة الرياضية، كما الوجبات خارج المنزل اللي ساعات يأكلوا الأطفال ولا العائلة، ثم حاجية الصحة، العيادات، الفحوصات اللازمة، وحاجية التعليم اللي بالأساس ناقشنا الحضانة المدرسية والدروس الخصوصية. وعلى أساس هل دي سنتين دارتيكل معناها تم تلميحهم والاتفاق عليهم، يعني استغرقت الدراسة سنتين. تم احتساب دونك احتساب هل لي زارتيكل هذوما، والاحتساب ما تمش بشكل عشوائي ايفيدامون، اعتمدنا على اولا مئات الاعلانات الخاصة معناها الموجودة في تونس على لي سيت اتسيتيرا، اعتمدنا على اسعار المعهد الوطني للاحصاء، اعتمدنا على اسعار الاسواق نتاع تو ولا نتاع عامين تاني 2019 ولا 2019 فقط مدام اسعار الاسواق الشعبية باب الفلة، عملنا انا اغولوفي معناها لي بري في باب الفلة في عزيزة وفي بعض معناها في فقط سؤال وصلتنا ل 2400 دينار فقط معناها 2400 دينار هي متاع 2019 متاع 2019 اليوم فقط على السكن باش نسلك على تفصيله في السكن لو كان تسمح. السكن معناتها كيرا والا ارجاع قروض؟ كيرا كيرا هو الاتفاق الحاصل هو 90 متر مربع في بيئه امنه كيرا، وفي ثلاثة غرف، معناها غرفة للوالدين، غرفة للبنية، غرفة للوليد الابن والبنت والصالة استقبال. هذا أنا ألفة نملوم، أنا الحق نقدر الخدمة اللي عملتوها، وخاصة كما قلت ثم نماذج عالمية يخدموا بها في البيجي دو ريفيرونس هذا وغيره. بيان سور يلزم يفهم المواطنين هذه أسعار 2019، لأنه هو المعهد الوطني للإحصاء نفسه قال مثلا المواد الغذائية زادت 30% بين فيفري عامين وفيفري السنة، معناها يمكن أن أكتواليزاسيون تعطي أكثر. هذه ملاحظة. ثانيا، هل هذا يعني وأنه اليوم إذا ما دفعوا في السميك، علما أنه السميك التونسي قد يشتغل 130 دينار حاجة كهك، أنت السالير مينيموم انتر بروفيسيونيل غارانتي اللي هو معتمد يعني في الزيادات في لي بونسيون دو روتريت في الانتريت في عديد المسائل، هل حسب رأيك السميك نتاعنا قاعد خاطر توا هذا تقريبا 6 مرات قد السميك ولا 5 مرات؟ بالضبط بالضبط، هو 6 مرات قد السميك. بالضبط، لانه السالير ليغال مونسيوال معناها ثم سو لو ريجيم 48 تحت الريجيم تاع 48 ساعه اللي هو تقريبا 400 دينار 403 دينار هكاك، وفما البيدجي دو معناها الاخر اللي اونفيرون 380 دينار. دونك البيدجي دو ريفيرونس ميزانيه الكرامه بتاعنا هي 6 مرات السميك بالضبط. احنا والله تقول انت بالنسبه لينا هالعمليه هذه هالميزانيه الكرامه هذه بالنسبه لينا هي اداه
معناها نتاع ادفوكاسي نتاع مسانده وفتح نقاش حول شنو هما الظروف معناتها اللي تستجيب لكرامه المواطنين والمواطنات. بالنسبه لنا ايفيدامون لا ندعي الاجابه على كل اسئله، نحاولوا بهالطريقه هي فتح نقاش نتجاوزوا به، معناها النقاش حول نسب الفقر والفقر المتقاعد الى اخره. المنهجيه تضع في الصداره سورتو، لانه انت تقول نزيدوا مش 2400، تضع في الصداره معناتها الخبره المواطنيه، معناها فهمتك. هل انه مواطنين ومواطنات بصفه تشاركيه مش بيروقراطيين نتاع مؤسسات دوليه ولا مؤسسات لا فهمين تقرر كيفاش باش يعيش. سي توجور ان انديس مهم جدا، وكما قلت يفتح باب النقاش. خاطر تو نحكيو زاد على الفقر، الحكومه قالت عملوا الفقر واخر، احنا هنا كونتستيسيون وحكينا حتى مع وزير الشؤون الاجتماعيه ولي انس وغيره، ثم قالوا لنا الفقر 21%، ثم قالوا ثم مليون عائله فقيره. هل خاطر الفقر اللي نجم نعتبروه معناه ان كوبل اون فامي افيك دو انفون يعيشوا باقل من 2400 دينار هو هذاك خط فقر؟ والله مش احنا معنا الميزانية الكرامة هي متكاملة مع خط الفقر، كما تعرف معنا لا ديفينيسيون تاع خط الفقر هي تعتمد بالاساس على الكالوري وما يتاكل الى اخره. احنا هنا نجي ونقولوا لا، ما فماش كان معناها الحد الادنى اللي ممكن الحديث عنه، يجب الحديث عن احتياجات. والحاجة هي معناها توت لا ديمارش اللي عملوها البريطانيين منذ 10 سنوات تعتمد على مقاربة الاحتياج، والاحتياج من يحدد الاحتياج هو المواطن والمواطنة نفسهم. معناها دونك سي ان دياغنوستيك وان خبرة مواطنية ديمقراطية بانه نقلبوا نعكسوا فوالا المقاربة. معناها المقاربة متوليش من فوق لتحت، معناها الدولة أو البيروقراطي أو المؤسسة هي تقرر كيف يمكن أن يعيش المواطن، بل المواطن بخبرته في مجال ديمقراطي، لأنه هذا الطريقة الكل اللي صار. وهذه بالنسبة لنا أهمية المبادرة والمشروع، أنه بطريقة ديمقراطية مواطنين ومواطنات قادرين قادرين يناقشوا وقادرين يوصلوا بشكل معناتها ديمقراطي إلى تصور موحد. ماهوش معناه ما في حتى مبالغات معناه. سؤال آخر كي تسمح لي ألفا الملوم، باعتبار أنت تخصصك وعندك تجارب مقاربة قدم، احنا نعرفوا اللي احدى وسائل الاستثمار في العالم اجمع هي الادخال العائلات، ليبارن دي ميناج. ادخال العائلات في تونس وصل لسلتمامون 22%، ثم هبط في السنوات الاخيره 9%، وتو هبط حتى 7% حسب ارقام حكوميه هي نفسها وارقام كذلك من البنك المركزي. هل اعتبرتوا انتم ليبارن دي ميناج والا اليوم التونسي ملمان متدين؟ لا لا، احنا ما اعتبرناش، ما خدمناش على لي بان دو ميناج حتى تعرفها. احنا خدمنا ليستيماسيون تاعنا سور فون سور لي بيزوان ايسونسييل. فوالا فوالا لو بيدجي دو لا دينيتي، معناها لي دوني نتاع لونكيت ناسيونال سور لو بيدجي اللي صارت في 2015. معناها بالاساس الاحاله، معناها ثم صفحات وتابلوات نتاع الشيء اللي اعتمدنا عليه. دونك ما فماش احنا فريمون خبره مواطنيه، مقاربه مواطنيه، الناس تحدد شنو هي احتياجاتها وتستعين بخبراء كما مثلا خبير طبيب استعنا ب نيوتريسيونيست خبير في الديموغرافيا. بالله مدام في النقطه هذه، في النقطه هذه سامحني، انت قلت عائله تونسيه، دونك البو والام وزوز اطفال، معناتها مراهق وصغير، معناتها بيبي. لهنا سبع سنوات تقريبا. اي لهنا في معناتها المقاربه هذه اللي انتم مشيتوا لها، الصغير في تونس معناتها مشروع، معناتها البيبي ولا في تونس اليوم الكوبل يخموا خاطر فيه برشا مصاريف، معناتها المصاريف تاعو كثرت. المصاريف هذه من ناحيه لي فاكسان تاعو، من ناحيه الصحه تاعو، الماكله تاعو، النظام الغذائي، معناتها قريتوا حساب هذا الكل خاطر في تونس اليوم الصغير ولا يتكلف على الكوبل. والله شوف انا بخاطر مش كيما مراهق، مش كيما بيبي، بيان سور لي انترفيو هذوما قصار. انا نحيلكم فريمون لقراءه التقرير اللي خرجناه اللي يعمل 100 صفحه واللي يعطي بكل التفاصيل ما قمنا به. باش نجاوبك على سؤالك نعاود ناكد اللي احنا خذينا عائله نموذجيه تتركب من والدين وزوج اطفال 17 سنه، وهذه العائله النموذجيه هي المقاربه الاكثر الممثله اكثر لما هو موجود في تونس الكبرى حسب الاحصائيات نتاع معهد الاحصاء.
دونك ما احنا ما ندعيش ما لا نعمل به، هذه عملنا على تونس الكبرى وعائلة بفردين. بطبيعة الحال لو خدينا مثلا منطقة ريفية، لو خدينا منطقة، لو خدينا عائلة تتركب تتركب من أكثر، الأرقام تتغير، الأرقام باش تختلف. طبعا فيما يخص الغذاء، احنا خدينا في نقاش الغذاء خدينا تلبية الاحتياجات الفيزيولوجية، معناها شي يلزم، وهذا اعتمادا على زاد المعدل الوطني والإحصاء إلى آخره. خذينا وجبات الطعام ثلاثة، معناها وانا كالكولي سلة الغذاء الأسبوعي، وخذينا المقادير وأنواع المنتجات، وخذينا معناها بعين الاعتبار مسح الميزانية كما قلت نتاع المعدل الوطني الإحصاء، وخذينا بعين الاعتبار حتى وجبات مثلا نتاع الأعياد، وجبات يوم الأحد تختلف على وجبات الأسبوع، وهذا كل بالنقاشات اللي صارت، مش احنا قررنا كما قلت، المواطنين والمواطنات يقرروا يحكيوا الثمانية ولا العشرة مع بعضهم في كل جروب، ويقرروا شي ياخذوا صباح، شي ياكلوا في فطور صباح يوم الأحد، الحليب ويزيدوا شوية شامية ولا لا إلى آخره، وإن فاطمة ما كونسنسوس على الوجبة احنا اتفاق فوالا اتفاق جماعي نسجلوه، والخبير في التغذية يزيد يأكد لنا على الكونتيتي، واضح للجروب يزيد يأكد، واضح الفكرة. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام ألفة لملوم على كل التوضيحات هذه. ذكروا أنت مديرة مكتب انترناشونال أليرت تونس، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفوا المناطق الأخرين، مرة هذه تونس الكبرى، مرة نشوف المناطق الأخرين نشوفوا واقتراحاتكم، هذا إن شاء الله الدولة والحكومة تسمع بها وتأخذها بعين الاعتبار. والأحزاب والنقابات والبرلمان، وأنا دعوة أخيرا أنكم تزوروا موقعنا على الفيسبوك انترناشونال أليرت تونيزي اللي فيه التقرير كاملا وأنشطتنا الأخرى، لأنه مش هذا فرق. شكرا مرحبا بك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. دونك الاستراتيجيه كامله لمده عامين كنا نسمعوا فيها ديجا خدمه كامله، وهذا ما يهم المواطن. خلينا نشوفوا واقعنا شنو لازم، هذه تقولك في تونس الكبرى يمكن الاحتياجات في تونس نعرفوها اكثر من مناطق اخرى، ولو انه الرقم تو يسمعوا فينا اكيد العائلات رقم كبير بصراحه، معناتها 2400 معناتها بين العائله، معناتها يلزم على الاقل زوز يخدموا ودخلهم ما يقلش على 1200 دينار باش يوفروا حاجياتهم فقط، معناتها مش باش يخليوا حاجه على كيما نقولوا احنا تفتوك، ما هو سلع على الادخار، ما فماش ادخار، ما فماش ادخار باش تعيش بيه 7%. اما هو الحق سيتون ميثود، هو سين انديس، هو توا مؤخرا انا مثال شريت عدد خاص نتاع هيستوريا يحكي على الفقر في التاريخ، حتى لي ميثود نتاع الكونتيفيكاسيون نتاع الفقر تختلف، تم يحطك دو زيرو، واحد يملك حتى شيء، واحد يملك كل شيء، ويلقى لك الانديس. اما ان توكا هو ديما انديس، معناها مؤشر الاكيد، وانه الاستفقار في تونس اكثر. ايوه، وحتى بعد باش تهبط الرقم هذا 2400 دينار اللي لازم العائله تكون عندها شهرين باش توفر احتياجاتها الكل، نجم يكون اقل شويه، نجم يطلع شويه، لكن اكيد المبلغ كبير. معناتها كي تقارنوا بالاجور وتقارنوا بالسميق وتقارنوا بالسميق وتقارنوا بالاسعار، مبلغ كبير. معناتها المتوسط في تونس هو في حدود 1200 دينار، معناتها اذا كان باش تخدم باش تاكل فقط، راهو مساله صعيبه برشا، معناتها مساله ماهيش مفهومه. كي تشوف انت في بلد اخر تخدم وتاخذ ان سالير، نحكي ديما على الشهاره، تخدم ان سالير، معناتها عندك تنجم تقسم السالير نتاعك للكري وللمصروف وللادخار، فهذا العادي. معناتها فوا خدمت في اي بلد معناتها تقول معناتها تحلت مشاكلك الكل، لكن هناك تبدا معناتها تولي تخدم تولي عندك المشاكل، لانه ما نتصورش ان كل عائله، خاطر فما لطف، فما المرض، فما الحاجات الاستثنائيه، فما ساعات واحد يصرف شويه، فما كما قلت انت الولاده والواحد هذاك كل اليوم مشروع الزواج تدخل في البيجي بتاع الفامي. اي والبال معناها والدوله يلزمها تحط في عين الاعتبار. علاش البارح حكيت على الدعم والمواد المدعمه، ويلزم مراجعه كليه معناتها منظومه كامله تاع، لانه السله نتاع الباني هذه اللي حكيت عليها، السله نتاع الحاجات تبدلت، السله ما فيهاش كارت نتاع تليفون، السله اللي فيها اللي هنا ما فيهاش الانترنت، تو فما دارت تونسي في البوس، تونسي يصرف ياسر على المكالمات، اي اي جوستومون ما فيهاش كارت نتاع تليفون، فما تونسي ما يصبش فلوس في التليفون، فهمت، فما تونسي معناتها
على معناتها الاغلبيه نتاع التونس على الانترنت فمعناتها فما حاجات تبدلت معناتها فما الباني يلزمها تتبدل وراه كي نشوفوا ايش معناتها معناتها كي نطيبوا عجين كل يوم ومن غير الحم ومن غير واحد هذيك مظهر من مظاهر الفقر نعرفوا احنا العائلات التوانسه والمات التوانسه تلقى تلقاها تتصرف وتعمل العوله وتعمل كل شيء تلقى لكن اذا كان فما حاجات ناقصه في التغذيه راهو مظهر من مظاهر الفقر ايش معناتها معناتها حاجات الصغار معناتها الكالسيوم والحاجات هذوكم اللي ناقصين معناتها الكالوري تلقاهم ناقصين ومعوضين بحاجات اخرين معناتها اذا كان هذيك مظهر من مظاهر الفقر علاش هما قد ما يجب ان يكون معناتها الحياه الكريمه يلزمها على الاقل في تونس العاصمه 2400 دينار حتى الانديس نتاعهم انا كي تشوف اللي خذوه نقص حاجات خذوه تونس الكبرى اللي هي ماهيش مثال الجنوب الغربي ماهيش الوسط الشرقي ماهيش الوسط الغربي قلت لك حسب المنطقه باش تغير الارقام اما انا نقول لك بكل صراحه بالنسبه لي معناها قلت عديد المرات حتى هنا يلزم 3000 دينار مينيموم بالنسبه للعائله التونسيه باش تنجم تعيش بالحدود الدنيا اما معناها ولد البحر مثال ولا بعض غلال دو سيزون والا جبونات تنساهم الا ما سامحني لان سفيان احنا قاعدين نحكيو على الماكله ما حكيناش لا باش يتفرهد لا باش يلبس بالغالي ولو انه هي في الباني نتاعه موجود اي موجود لكن موجود ما حكيناش انه مثلا باش يملك دار ما حكيناش يمشي للميديسان سبيسياليست يقول اعطيني 60 دينار في الزياره 50 دينار 60 دينار 70 حلاوه البارح انا في الحومه مشينا ب 40 دينار قاعده بهتي مازال طبيب 40 دينار سي غراتوي الدويات والاسعار كما قلت قبل الاسعار تزيد 30% في 6 7 سنين تو دو سامبل دوبل في العام ثم مواد معناها بشكل رهيب عملت شويه ربو صغيره في جمعه سفيان معناتها بين نهار الجمعه ونهار الجمعه مالك تو تشدهن دارك حسبيك تشدهن دارك خاطر يلزم تدهن دارك لانها ما كانش تهلك كي تمشي باش تشري السلعه يقول لك شريها الكل من توا انت باش نقولوا جمعتين مثال عندك شانتي حدته في الصيف ولا قبل رمضان ولا غيره يقول لك اشري سلعه من توا خيخه كي تجي بعد غدوه القدريه باش بنفس الساعه. قبل نذكر معناتها سفيان اللي يدهن الدار معناتها حاجه عاديه توا ليت ايفينمون معناتها لازم توا شوف الفاتشاتات نتاع الديار نتاعنا كلها خايبه قبل معناها قبل رمضان احنا صغار حتى بالجيل مونجيل خاطر ابيض وكل شيء يعني نختم القران في مي ونجي ونحطه معناها الصوف على العقارب العقارب نحكي لك انا ولد خالي ماتوا بالعقارب صغار في عالفاوين معناها في عيد ركضوا حطتهم امهم معناها ماتوا وصغار معناها من الحاجات اللي اصطدمت بها وانا صغير كانوا العقارب موجودين ونعملوا الدار وقتها بالجير والجير هكا يلمع ويبعد الناموس ما كانش في الجدالات وحكايات كي هكا معناها الدلاعه تهبط في البير وتتربط وتخرجها بينها تشتكلها دونك تو تبدلت الامور حتى الجير ما عادش هو يوسخ الجيل بيان سور تك عليه بناء يوسخ اما يعطي لقه باهيه ويبعد حتى الزواحف وحاجات كيما هي سيمبوليك ديجا نذكر قبل البلاد العربي اللي ما يدهنش دار والناس تدق عليه علاش ما دهنتش دار؟ اي بيان سور الفاتشات خاطر الكل شبه لبعضها الديار الغني والفقير شبه لبعضها من برا ما تلقاش اوبها كانك تدخل ديار مثال المركنتيه وديار الارستقراطيه وغيره من برا كيفها كيما دار الناس الاخرين دونك الاشكاليه الحق اليوم بصراحه الشبيك نتاعنا هبط وهنا توا تطرح اشكاليه تقول ما ثماش موارد اي لكن انت انسان قد ما تقوله في شهرته قد ما يكونسومي اكثر قد ما يكونسومي اكثر قد ما تستثمر اكثر لانه اكثر مورد نتاع الاستثمار هي الطلب لا دوموند فهمت اليوم تمشي انا شخصيا دخلت مثال فريب كنا قلت قداش فيستا 70 دينار فيستا هكا نتاع غابات وبتاع كذا قريب 70 دينار معناها البارح شفت طبات قداش لا قلت 140 قلت غالي شويه قلت يسولي في الصوت وهذا يرجع لعديد العوامل اولها العمله نتاعنا ثانيا الانتاجيه الناقصه لكن يلزم لهنا زاد ما تنساش الدوله التونسيه لعب معناتها كي نقول الدوله نحكي على الحكومه انه تلعب دورها التعديلي لانه سفيان يعرف معناتها في السبعينات والثمانينات تقريبا واخر الستينات كان الدوله دور اجتماعي كبير في توفير السكن في توفير في التعليم الى غير ذلك والصحه وكل شيء والمسك الاجتماعي والمسكن اي في السكن قلت معناتها مش الدوله مش الدوله تعمل نوع من التوازن وتقوم معناتها بمسانده المجتمع ومسانده المواطن التونسي لان المواطن وحده ما عادش يخلط لانه في ضعف العمله نتاعنا التونسيه
اللي ولات ضعيفه برشا، يلزمها الدوله تعمل دورها التعديلي، تدخل هي بالمشاريع الكبرى وتاخذ هي عبء العبء معناتها الخسائر، لكنها في الاخر هي باش تلقى انفستيسمون، معناتها يمكن تظهر الدوله هي تخسر توا كي تعمل مساكن اجتماعيه مثلا، كي تعمل مساكن اجتماعيه والمواطن اللي يكون كاري ويتحول من كاري من بعدها يولي مالك للدار هذيك، معناتها هي بعد 20 سنه باش ترتاح. ترتاح من 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 العب هذا. وهذاك اللي صار معناتها من السبعينات. وجبة السكن اللي حليناها احنا مثال الجزائر ما حلوهاش ومصر ما حلوهاش. الجزائر احدى برمي لي فيكتور نتاع العشريه السوداء لازم تسكن. معناتها في عوض تدعم في حاجات اخرى ادعم السكن. معناتها في عوض تدعم في حاجات قاعدين يتسرقوا. دعم السكن على الاقل ما يتسرقش، معناتها فهمت؟ معناتها يلزم مراجعه نتاع هو الدوله داعيه لو يلزم ندعو لها بيان سور. ثم ناس يقول لك لا هذا سيدي السوسياليزم دور اجتماعي مش دوله داعيه، حتى الويلفير ستيت حتى تو خاصه في عصر الازمات، وانه الدوله عندها جانب تعديلي بيان سور، تحافظ على حريه المبادره، تحافظ على حريه وانه الناس يربحوا وغيره وتعملوا من ليزامبو. تو في الدراسه مثال هذه اللي قريتها يقول لك احسن سيكل اون فان دو كونت هو في مقاومة الفقر، هو سموه لوكور 20 سيكل، هو رغم انه قال قالوا على خاطر بعد الحروب العالمية وكل شيء ظهرت الدولة الراعية، وديلانو روزفلت عملها في امريكا بالنيل والشراكة الديمقراطية والبلدان الناشئة في بلدان احنا الاستقلال، قالوا عندك حاجتين عملوا هذايا ليزامبو فهمت، وكل كون جي بي والحكايات هذيك اللي ظهرت معناها الدولة عاونت، لكن من عام 1980 لعام 2020 ولا ما همش معناها ليكسكلوزيون، تولي الناس تعيش في الفقر المدقع، لو ثم عائلات في تونس يعيشوا ب 10,000 فرنك في النهار. يا اخي تاخذ انت الانتريت بتاع الجماعه اللي تشوفهم قدام البوستات هي ديجا توا 580 الف ديجا كنشوف الاكتظاظ توا موجود قدام هو النظام الراسمالي بكله قاعد يعيش في ازمات متتاليه وكثره ازماته، لكن الدوله لهنا حتى كما تعرف انت سيد العفين سفيان في كاينز معناتها قال باهي النظام الراسمالي باهي التحرر، لكن لازم يكون فما دور للدولة. هذا لازم كما في التعليم تخسر فلوس لكن تثقف شعبك وغدوة يتكون لك خبرات، يعني مش خسارة معناها استثمار في المستقبل. معناتها ان شاء الله السياسيين يفهموا ويحطوا المسائل هذه قدامهم، لانه هذه مسائل اللي تهم المواطن التونسي اللي يقوم على الصباح باش يمشي يخدم ويخمم في يوكل صغاره ويخمم كيفاش باش يقري صغاره ويخمم في مستقبل صغاره. ومن المطلوب من السياسيين انهم يخمموا في رجل الاعمال، ان يخمموا في الاستاذ والمعلم والموظف، يخمموا في الجون زاد المعلم، حتى توا اللي جون هما اكثر الناس ما عندهمش برسبكتيف، توا خاطر اللي يخدم وكل شيء تخمم فيه يمشي معاك. اما اللي جون لو ما عندهم حتى شيء. وصلنا للشباب كملنا الفكره معاك. فهمت معناتها يخمم في الموظف، يخمم في خدام الحزام، وخاصه يخمم في الاطفال وفي الشباب. الشباب يلزموا يحلوا الافاق، يلزموا المسياسيين يتخاطبوا بلغه الشباب، يقولوا لهم راهو هاو شنو قاعدين نعملوا، راهو هاو كي تكملوا قرايتكم شنو تنجموا تلقاو خدم، وخاصه يخمموا في الاطفال اللي بين 6 و18 سنه اللي يقراوا في المدارس وفي التعليم، راهو الدوله يلزم تلفت لهم، راهو اللي صاير غادي حاجات غريبه، راهو يلزم فما دراسات تصير في الوقت الحالي، راهو الناس يلزمها تفيق انه فما تسيب في المدارس وفي المعاهد، وفما بطبيعه اضافه الى عدم تحصيل المعلومات كما يلزم، وخاصه فما ممارسات بين هذوما المراهقين، راهم ممارسات ولات خطيره ويلزم الدوره تفيق بها مندوبيات نتاع التربيه والاسره وخاصه الشؤون الاجتماعيه، يلزمهم ياخذوا يشوفوا ويفكوا شنو اللي صاير، لانهم بعد الكوفيد هذا زادوا تسكروا على رواحهم المراهقين هذم، ولاو يعملوا في ممارسات غريبة، ممارسات موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، ممارسات في بنات بعضهم، معناتها خطابهم يلزم توعيته، لأنه الولي ما عادش فايق وتعبت عليه الأمور، والأستاذ كيف ما عادش عنده الدور الاجتماعي، يلزم مراجعة المنظومة كاملة، ويلزم نفيق، راهو صغارنا مستقبلهم راهو تقريبا باش يتمس في ظل الممارسات اللي قاعدة صايرة بنات بعضهم. لا شوف البارح أنا شفت صورة خرجها واحد استاد في القروان كاتبين حلونا استاد فديرة من الزطلة، هي شنو انقلاب الصورة وقت الشيق، وقت اللي الشباب يولي يمن بالمستقبل، احنا والدينا كي تربينا امنوا باش نعيشوا خير منهم، صحيح احنا من قبل كنا نشريو الثلج ونحطوه في شكارة وناكلوا في الجلوج يبيعونا، اما احنا عرفنا الفريجيدار وعرفنا الماء سخون
وكنا ناخذوا مثال في القصعه واحنا صغار، بعد عرفنا بيت البانو والمس كنا حاجات كيما هكا. توا لو جون ما عادش عنده الامل وانه يعيش خير من بوه ولا يعيش خير من اللي هو عايش في دارهم توا. سي بو سا اللي حب يهج. فهمت؟ ولا ما عادش حب يخرج من دارهم. فوالا دونك يفو كو لو جون نعطيه فرصه. علاش انا قلت لي جون؟ تعطيهم قروض اليوم خصوصا خاصه بلي جون باش يعرسوا، خاصه بلي جون باش يملكوا كلاب، خاصه بلي جون باش يشاركوا حلقات في المسكن الاجتماعي من هو صغير ينجم يولي يملك. سينو الناس الكل يفقدوا الامل، معناها يولي التوجس في المستقبل يسموه لونغواز دو لوندمان. وقت الناس تفقد الامل في المستقبل يولي خاطر شوف المبدا يقولوا الاقتصاديين الكل، يقول لك شفت هذه الريشاس اذا كان ما تجيكش انت باش تمشي لها. اه بالنسبه للسويد ايطاليا باش تمشي لها. اذا كان هي ما عندكش امل باش انت تستثمر وتعيش وتربي الريش كما كان يقول محمد بزاني، تولي تقول لا يا خويا باش نهجم باش نمشي لانجلتيرا. شوف ثم ناس يحرقوا من ايطاليا يمشوا لفرنسا وفي فرنسا يمشوا لكالي، وعلاش خاطر يحب يمشي لانجلتيرا ومش حاب يقعد في فرنسا، خاطر بالنسبه ليه غادي كاين يعيش. دونك انقلب الصوره خاصه بور لي جون. كان اليوم باغ اكزومبل ما نجموش نعملوا مجتمع ككل، ما نشدوا الفئات الشبابيه كما باغ اكزومبل عملوا ستارت اب اكت وفيهم توا اللي قاعدين في ستارت اب اكت ياخذوا فيهم كل شيء، تعطيهم امل. انا نراها هذيك تنجم تكون حاجه تحل مشكله ظرفيا خاصه بالنسبه للشباب اللي قاعد يهج. واضح. 9 متاع